المقيمة بالمجلس الأعلى للثقافة ندوة بعنوان فن صناعة الفيلم وكيفية دعم الفنانين والمخرجين. حضر الندوة المخرج علي بدرخان والمخرج أحمد يوسف. فن اتوجد بعد ما اتوجد إن الآلة، يعني كان في الأول اختراع وبعدين اتوجد الفن، اختراع الكاميرا وتسجيل الحركة وبعدين اتوظف لها فن، وبقى في فن سن وابتدت بالتراكم يبقى له قواعد. القواعد بتتاخد منين؟ بتتاخد من التجارب اللي اتعملت. في حاجات اثرت في المشاهدين ونجحت في التأثير في المشاهدين بالتكرار والالتقاء. بالنسبة للسينما المسألة تختلف، لأنه السينما فن، والفن يمكن الإعلام بيستطيع أن هو من خلال برامج معينة أن هو يعلق الأحداث، أن هو يناقشها. في أشكال مختلفة للتعامل مع الأحداث الجارية، لكن الفن المسألة بتحتاج إلى فترة طويلة من الاختمار والنضج حتى يظهر فن يعبر عن المرحلة تعبيرا حقيقيا. وده مش في السينما بس، يعني لما بقول فن يبقى في السينما، في المسرح، في الموسيقى، في الرواية، في القصة القصيرة، في شعر الفصحى، في شعر العامية، الفن بشكل عام. فاحنا لن ننتظر من الفن خلال فترة قريبة أن يعبر عن الثورة التعبير المرضي. هو الفن عادة لما بيكون عليه رقابة بيبقى مخنوق وما بيقدرش يقدم اللي هو عايز يقوله بالضبط. فأتمنى يعني أن حتى الدول اللي برا احنا دايما ما نشوفش أن فيها رقابة، فأتمنى أن موضوع الرقابة ده يخف شوية، لأن بيه مش هتلاقي أن فيه أفكار وحرية في أنك أنت تقدميها للناس. تحدث الحضور عن كيفية الاهتمام بالسينما اللي دورها المهم في توعية المجتمع والنهوض بيه، وأيضا عن شكل السينما بعد ثورة 25 يناير.